بدايتي جت معايا ان انا كنت انسان طبيعي جدا، والدي شجعني ان انا لازم يكون حاجه جنب الدراسه. حبيت ان انا اشتغل وانا من صغري، رحت كذا شغلانه وبعد كده ما لقيتش نفسي الا في شغلانه ستار بس. حتى انا بقى اطور من نفسي لدخول الكليه، شفت ان انا اكون لازم اكون مستقل لذاتي، ما اكونش ان انا شغال مع حد او كده. بدرس في كلية التربية قسم تكنولوجيا التعليم، فأنا حابب إن أنا بعد ما أكمل إن أنا برضو يبقى مجال شغلي اللي هو الستاير يفضل معايا، لأن كلية أنا شغلي مرتبط بالدكتوراه، فلما أربط التكنولوجيا بشغلي فده يفيدني، يعني ما بتأثرش معايا في الدراسة خالص. أنا عامل وقت مناسب والوقت بيبقى كبير معايا، عامل وقت للدراسة وقت للشغل. يمكن الشقة بتاخد مني يوم في خياطة بس، وخلافا يعتبر عشان تتركب 3 ايام بكتير. فابتديت ان انا اشوف الايام اللي هي اجازه ليا رسميه من الكليه، ابتديت ان انا اوظف شغلي في المجال ده جنب الكليه. قابلني كلام كتير، انت لسه صغير، ازاي هنثق فيك، ازاي انت هتوظف لنا الشغل زي ما احنا طالبين، هو في حد بينفع في حاجتين، بينفع في حاجه واحده. حاولت ان انا اتحدى نفسي قبل ما اتحدى اي حد، ان انا اثبت لنفسي ازاي فعلا انا انفع في حاجتين، والحمد لله بفضل ربنا وصلت لمرحلة أنا ما كنتش متخيلها. أنا بدرس وبشتغل وكمان بمارس رياضة، ورياضتي هي كونغ فو وكيك بوكس، وكنت بروح بطولات وما زلت الآن بتمرن لنفسي. وقفة ما بين التلاتة إن أنا إزاي أكسب الوقت بتاعي بدل ما أنا أقعد على الكافتيريا أو أروح إن أنا مثلا أقعد مع أصحابي، لأ ابتديت أشوف الحاجة دي عشان أبقى ناجح فيها. فهو الوقت بيبقى معاك، انت تحاول انت توظف حاجة كويسة. انا بحلم بشركة باسم آلة طه، علشان حاولت ان انا اميز نفسي فلقيت نفسي مميز، فانا حاول ان انا اطور من نفسي يبقى عندي فروع في جميع مصر كاملة وان شاء الله بره مصر. وكمان انا بفكر وبدرس دلوقتي ان انا ازاي اعمل المصنع، ازاي يبقى الحاجة دي كالذاتي انا، مش ان انا اروح اشتري من حد. بقول لكل شاب حاول تشتغل على نفسك، حاول تشوف مهاراتك فين وحاول ان انت توظفها، استثمر بدل ما تفكر ان انت تطلع تشتغل بره مصر، لا اشتغل في مصر وفكر ان انت تستثمر حاجه تعليك، مش حاجه ان انت تقول انا لا انا مفيش شغل، لا مفيش حاجه اسمها مفيش شغل. فانا حاولت ان انا اكتشف واشوف واروح واجي والف لحد ما وصلت اللي انا لقيت حاجه تنفعني.